عليه أني صورة أحلى، هي ولا هي اللي أنت بتنقيها بنحطها فوق التخت؟ بزمتك 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 ما باخذ العيال. شو بك يا عم تهزي راسك مثل القرفانة؟ لك انا عمي لك ما عاد يهمك، تجوزتيني ما عاد يهمك شيء، لك انتوا البنات كلكم هيك بطير عقلكم بالواحد لحتى تجيبوا اخرته وتحطوه بالقفص، بعدين ما عاد تسالوا عنه، بس انا غير دمعه، غير شكل، فتحي عينك هالقد ها وطلعي بوشي. انا ابو طبشه مثل الهبشه. هلا شبك رح تعمل مشكله من ولا شيء؟ لانه مو عاجبك العجاب، في وحده ثاني يوم عرسها بتكشر بوش جوزها، ويا مين شايفه عم تبكي؟ ثابت لا تنسى انه هي اول مره بعمري بترك امي لحالها. قلنا لها تجي تنام عمها هي ما رضيت، شو يعني روح بوس ايدها ورجلها لحتى تجي تنام؟ انا ما قلت هيك، بس معلش تحملني شوي لبين ما اتعود على الجو. ايوه لا تواخذينا، نسيت انك جاي من حاره الاكابر. ثابت ارجوك ما في داعي لهالحكي. لشو رايك تكتبي لي انت شو بتحبي وشو بتكرهي، وشو المواضيع اللي ما بتحبي انه احكيها معك، والمواضيع اللي بتحبي انه احكيها معي؟ وينك؟ أنا هلا ماني خطيرك لحتى أتحمل لأمانتك ودلالك علي. أنا هلا جوزي، بتعرف شو يعني جوزي؟ يعني كسر راسك واللي بدي إياه بده يصير، وأنت اللي تحت أمري، فهمتي؟ أسألك سؤال، أوضة أمل عندكم بالبيت شو عم تعملوا فيها؟ شلون شو عاملين فيها؟ لا يعني قصدي إنه شو رأيك تأجرني إياها حط فيها شوية بضاعة عاملها مستودع، يعني أحسن ما أنا مسكرة بلا طعمة ومنه بتستفيدوا من أجرتها. عمي مين شكالك إنه نحن محتاجين إنه نأجر عنا أوضة بالبيت؟ الولد مو قصده لا تستلموا أبو ممدوح، الولد الله عاطيه والبضاعة عم تكفت عليك كفت ولازمه مستودع إضافي، فقال لحاله الأقربون أولى بالمعروف. Thank you.
Thank you.